اثنين كوكب عطارد عدونا الذي يدور حول الشمس. كتير جدا لما تلاقي منجمين بيتكلموا يربطوا أي حاجة مش كويسة في حياتهم الشخصية أو على الأرض بكوكب عطارد، فبقى كوكب عطارد رمز للعدو، اللي هو أول ما تسمع كلمة عطارد عند المنجمين تعرف على طول إن فيه مشكلة. فهل الكلام ده له أصل في العلم؟ الإجابة طبعا لأ. بي بي سي عملت تقرير مميز عن ذلك الأمر. كوكب عطارد هو الأقرب إلى الشمس في مجموعة شمسية احنا عايشين فيها، كوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه مع كواكب أخرى بتدور حول الشمس، البديهية اللي بقت معروفة دلوقتي للجميع. ففي اعتقاد إن في 3 أو 4 مرات في السنة عطارد بيرجع إلى الوراء، بدل ما بيدور حول الشمس يرجع بشكل عكسي. فهل هذا الكلام صحيح؟ كمان المنجمين بيربطوا إن أول ما يتراجع عطارد أو يمشي بطريقة عكسية ده بيؤدي إلى مشاكل في الحياة الشخصية على الأرض، وبالتالي بعضهم بيقول لك لا ما تعملش أي حاجة لما يكون عطارد في تراجع. يعني لو حد هيمضي عقد بيت يقول لك لا ما تمضيش، هيمضي عقد عمل يقول لك لا ما تمضيش، هيبدأ شغل جديد لا ما تبدأش، يروح بيت جديد لا ما تروحش، هيسافر مكان كذا لا ما تسافرش. يعني بعضهم حتى هتشتري حاجات إلكترونية لا هتبوظ وهتتشوش ما تشتريش، في حالة من الهوس إنه لما يحصل تراجع لعطارد. علم التنجيم هو مش علم. البعض يقول لك لا ده في علم التنجيم وده يختلف عن كذا، ما فيش حاجة اسمها علم التنجيم. علم التنجيم ده من العلوم الزائفة في علم الفلك، علوم الفضاء، أنا مفيش حاجة اسمها علم التنجيم. ده اللي اسمه علم التنجيم من العلوم الزائفة، يعني مش علم، العلماء لا يعترفوا به. إنما نشأ من آلاف السنين، 3000 قبل الميلاد، في العراق بالأساس بلاد الرافدين، ومن العراق طلع إلى الهند، ومن الهند راح بقى إلى دول أخرى وبقى منتشر. مصر ما كانش فيها التنجيم بهذه الطريقة اللي كانت موجودة في الشرق الأدنى أو في الهند أو في الصين، لأنه مصر كان فيها ساينس، كان فيها علم، كان فيها هندسة، فيها رياضيات، فيها بناء أهرامات، فيها علوم مياه، عارفين موضوع الري والمية والفيضان والنيل، كان فيه درجة عالية من الانضباط العلمي. إنما التنجيم كان موجود في معظم حضارات العالم القديمة وإلى الآن، وإلى الآن رئيس ريغان ورؤساء حول العالم وقادة ممكن يهتموا بهذا الأمر. إنما التنجيم مش علم، وبالتالي خرافة تراجع عطارد ده كلام مش مظبوط، بل إن أحدهم تحدث إلى بي بي سي وقال إنه بالعكس ممكن تكون في أخبار سعيدة كتير لما بيتراجع عطارد. طبعا ده كمان كلام مش علمي، لا في أخبار سعيدة متعلقة بتراجع عطارد ولا أخبار سيئة متعلقة بتراجع عطارد. إنما الناس ساعات مش عايزين يحلوا المشكلة، في مشكلة بتواجه حد فيربط المشكلة دي بأن عطارد هو الذي أدى إلى ذلك، لأن التفكير بقى العلم السليم والمشكلة دي أبعادها إيه وليه حصل مشكلة، سواء في الأسرة، مشكلة عاطفية، في الصداقة، في العمل، بدل ما يربط ده بكلام خرافي يشوف المشكلة دي أبعادها ويحاول يحلها. إنما الناس بتستسهل وترمي المسؤولية على عطارد وتعتبر عدونا اللي هو موجود حول الشمس، بدل ما تشوف المشكلة الحقيقية وتلاقي حل ليها. ختاما في هذا الموضوع، في نظرية علمية لطيفة من النظريات اللي موجودة في علم النفس اسمها التحيز التأكيدي. بمعنى ايه؟ ان لو عطارد تراجع في الفترة من كذا الى كذا، في حد عايز يؤمن بهذه الخرافات فيقول اه والله ده حصل كذا كذا، فيشوف بقى كل الأخبار السيئة اللي تخصه أو تخص اللي حواليه ويجمعها كلها علشان يقنع نفسه إن تراجع عطارد سبب هذه الأخبار السيئة. ده اسمه التحيز التأكيدي، لأن أي إنسان ممكن يربط أي حاجة سيئة بأي حدث، لأن الحياة كلها حلو ومر، فلو حد جمع المر ويربطه بأي شيء يقدر يقول إن الشيء ده هو السبب، أو برضه عايز يتفائل بشيء فيربط حاجات كويسة بهذا الشيء.
لكن في الواقع في العلم مفيش حاجة اسمها عطارد الذي يدمر حياتنا ولا تراجع عطارد. وأيضا من الناحية العلمية عطارد لا يتراجع، إنما اللي بيحصل إيه؟ إن الكواكب بتدور حول الشمس بسرعات مختلفة، فأنت ساعات بيبقى في كوكب بيدور أسرع من عطارد فأنت تشعر إن عطارد بيتراجع، لكن زي ما يكون الأمر إن في عربيات ماشية أو عربيتين، فعربية مشيت أسرع بكتير من عربيات تانية، تشعر إن العربية اللي ورا كأنها بترجع للخلف، هي بترجعش، هي كمان ماشية في الطريق. فده وهم بصري لا تراجع لعطارد علميا ولا أثر لذلك على حياة الإنسان. وفاصل ونكمل.